السلام عليكم ياكم هاشم. اليوم عندنا تجربة للعبة الكود وور زون موبايل على جهاز الشاومي هو الريدمي نوت 13 برو نسخة 5G. هذا الجهاز شباب من حيث المواصفات عليه معجب من كوالكوم والسناب دراجون 7S Gen 2 مصنع بتقنية 4 نانومتر. عندنا هنا معجب رسوماته هو الادرينو 710، وايضا هنا شاشة الجهاز الوانها جدا عالية. فنعم الشاشة هي من نوع الاموليد، راح تدعم لك اعلى معدل تحديث 120 هرتز، وهنا الشاشة هي بمقياس 6.67، وايضا راح تدعم لك الاتش دي ار 10 بلس. وهسه نجي للعبة الكود وور زون موبايل. هنا اللعبة شباب راح تاخذ منك مساحة تخزين حوالي من 7 جيجات الى 10 جيجات. وهنا اللعبة شباب رسومياتها جدا سيئة، فننتظر تحديث من الشركة تحلنا هذه المشكلة. هسه نفتح اللعبة. طبعا هذه اللعبة شباب راح تقدم لك اعلى فريمات ممكنة، هو اما 120 فريم مثل الاس 24 الترا، راح اشغل لك اياها على 120 فريم او 115 فريم. اما على 144 فريم فراح تدعمها على اجهزة الريد ماجيك، راح اشغل لك اياها على اعلى فريمات ممكنة الا اذا تنزل الرسوميات. اما اذا تعلي الرسوميات تخليها فوق المرتفعة فراح تقل فريمات الى 60 فريم واقل. رسومية هذا الجهاز هنا اللعبة راح تشتغل لك مرتفعة على 60 إطار أو مرتفعة مع معدل إطارات لا نهائي. فإذا خليتها معدل إطارات لا نهائي هنا الجهاز راح يظل عندك يقطع هواي، لأن ما راح يتحمل معدل رسوميات مرتفع مع معدل إطارات مرتفع أيضا، وراح يحمل الجهاز بسرعة. وهي تجربتي على هذا الجهاز، إن شاء الله تستفاد منه ويعجبكم. خليكم بالفيديو. Let's get it done. Enemy UAV active. Of the shotguns. If you need shotguns. Enemy machine gun.
target. ميلادي ولا جري؟ شهر أربعة بدأ نهاية ثلاثة بدأ أربعة. أربعة أبريل. والله ما أدري عاد يا أبو. ستة أبريل إيش رأيك؟ وشو؟ ستة أبريل. ماثيو. أبريل next month. أبريل next month. إيه. ستة أبريل بداية الشهر الجاي. احنا اخرته احنا اليوم 27 There's a fight kicking off. There is car guys. You're up next mate. Get ready. Listen up soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Number three, I'll come back.